السلام عليكم، مرحبا بكم على اليوم على قناتكم اجونس اولي مرتيل. جينا لكم اليوم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات فين نمشي. اليوم ان شاء الله كما جاء في التعليقات ديال الحلقه السابقه اللي كنا مشينا للكواد، الحلقه هذه ان شاء الله غادي نعملوا فطور هنايا في مدينه ديال مرتيل، باش حتى الناس اللي ساكنين في مدينه مرتيل اذا عجبتهم هذه البلاصه هذه يمكن يمشيوا ليها، واللي صراحه هي زوينه من ناحيه ديال الديكوراسيون. وما بغيناش نديرو شي حاجه مغايره اللي درنا النهار اللي مشينا فطرنا في المدياق، فغادي نحاولوا نفطروا بنفس الثمن باش ما يكونش اختلاف من ناحيه ديال الثمن، ونشوفوا شكون فيهم اللي احسن. وحتى نتوما حاولوا تقولوا لنا في التعليقات شكون اللي عجبكم الفطور اللي احسن، واش الفطور اللي غادي نفطروه اليوم او الفطور اللي فطرنا في الحلقه اللي قبل اللي درناها في كافي ريستوراسيون ديال لوريزون اللي كاينه في المدياق. فمرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات فين نمشي، ونتمنى هذه الحلقه تعجبكم. ما تقولوش لينا دائما في التعليقات اسفل الفيديو البلايص اللي بغيتو نمشيو نزوروهم والاقتراحات ديالكم، وان شاء الله نزوروهم فيديوهات قراب، وفي نفس الوقت ندير لكم فيديو باش نعرفوا بهم للناس اخرين اللي ما كيعرفوهمش. فما تقولوش لينا باللايك وبالبارطاج، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. كيف ما العاده بحكم انني ساكن بعيد فضروري انني نمشي في التاكسي، يمكن صراحه نمشي على رجلي ولكن بعيده شويه بحكم ان كان عندي واحد الشغل من بعد، فكان ضروري علي انني ناخذ تاكسي باش نرجع في وقت محدد بيان سور. اما بالنسبه ليكم يمكن يكون تمشيو على رجليكم او لا تمشيو في التاكسي صغير، يمكن انكم عاد تقولوا له الكافي اللي فتحت جديده هي بصراحه كافي ريستورون بالنسبه للناس اللي جاوا المرتين وما كيعرفوهاش، مسميه الباسو. يمكن تسولوا اي تاكسي صغير وياخذكم حتى ليها، وللاسف كما قلت في الفيديو اللي قبل صراحه الجمعيه اللي مكلفه بالتاكسيات خاصه دير شي ورقه اللي يكون فيها محدد الاثمنه من والى، حتى كل واحد وكيدير شنو بغى. فبالنسبه ليكم يمكن شي واحد يحسب لكم 10 درهم ويمكن يحسب لكم حتى 15 درهم كما وقعت لي انا في واحد الخطره، حسب لي واحد السيد 15 درهم. فبالنسبه ليكم صراحه نتوما وزهركم، يا اما 15 درهم يا اما 10 درهم، بيان سور يمكن تركبوا بثلاثه بيكم حتى التاكسي صغير كيهوز ثلاثه ديال البلايص. وقبل ما نكملوا هذا الفيديو غادي نخليكم مع لقطات ديال الحلقات السابقه اللي كنا مشينا فيهم للمدياق ومشينا فيهم الكواد، ورجعوا لكم. وإذا كنتم من الناس اللي عزيز عليهم لي ريستورون ولي كافي كما كتشوفوا في هاد لي فوتو، فهادو مبين لي كافي اللي حنا كنمشيو ليهم، وإذا عجبوكم يمكن حتى هما ندير لكم دي فيديو عليهم، حيت صراحة بالنسبة للمدينة ديال مرتيل بداو دابا كيفتحوا فيها لي كافي اللي زوينين وكيستاهلوا أنكم تزوروهم. فمرحبا بكم دائما في المدينة ديالنا مدينة ديال مرتيل، وكما كتشوفوا إن شاء الله إذا عجبكم شي تصويرة من هادوما قولوا لنا في التعليقات باش نمشيو نزوروها ونصوروا لكم فيديو عليها. حاولنا احنا في هذا الفيديو ناخذ نفس الفكره اللي درنا في المدياق ومشينا فطرنا ب 100 درهم، لذلك حاولنا نديروا نفس الفيديو. ولكن اذا كنتوا بغيتوا تعرفوا القهوه اللي فيها يعني قهوه زوينه، او القهوه اللي فيها الفطور زوين، او القهوه اللي فيها لاصالات تكون زوينه، القهوه اللي فيها فريتورا تكون مزيانه وبثمن مناسب، فدائما ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم، قولوا لنا على البلايص اللي بغيتو نمشيو ليهم وان شاء الله نلبيو لكم هذا الطلب. ومن ناحية ديال الأثمنة صراحة فهي بالنسبة للناس اللي كيعجبهم المنظر والديكور فهي صراحة تستاهل، وبيان سور بالنسبة لبعض الناس راه يمكن يجيهم الأثمنة غالية، ولكن كما كتعرفوا المدينة ديال مرتيل فهي فيها أثمنة يعني تقريبا نقول لكم تقدر تتغدى بعشرة دراهم. بالنسبة لهذا الفطور هذا هو ماشي فطور عادي، يعني فطور شوية مستيلي، وكما مكتوب هنايا فطور ديال إنجلترا أو لا فطور إنجليزي كما شفتوا مكتوب في هاد لاباج هادي. هذا هو المنيو اللي عندهم،
وكما كتشوفوا الاثمنه صراحه على حساب شنو بغيتي انت. وانا كما شفتوا في الاول الفطور ب 100 درهم فزدت واحد العصير في الاخر اللي غادي تشوفوه في الاخر ديال الفيديو واللي مسميه هابي. ونتمنى ان الاعجاب ديالكم. كنتسنى الافكار ديالكم في التعليقات وان شاء الله نمشيو لشي بلاصه اللي تنال حتى هي الاعجاب ديالكم. وباش تسالي النهار ديالك يكون واعر فصراحة خاصك شوية ديال الخلفة وداكشي اللي درت انا مشيت شوية لاكوت وكما غادي تشوف في الفيديو تلاقيت تما واحد السيرب ديال الطيور واللي عجبني صراحة الديكور ديالو كاش عامل واللي صورته لكم ونتمنى حتى وين الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في حلقة واحدة اخرى من حلقات فين نمشي.